تحية للحضور جميعا في بيت الأمة، بيت الوطنية، البيت الذي كان تاريخه الذي يمتد إلى 100 عام كان دائما ينحاز ويقف ويدافع دائما إلى ما فيه مصلحة الوطن والمواطن والأمة العربية. تحية للضيف الكريم ولباقي الضيوف الأستاذ يعقوب السعدي الذي يمثل حضوره اليوم رسالة ذات دلالات كبرى، وهي أن مصر ودولة الإمارات العربية على قلب وفكر وإرادة رجل واحد من أجل الأمة العربية وليس مصر أو الإمارات العربية فحسب.